أثرهم في المجتمع والأسر حاليا، فلا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال حتى وإن كانوا مقعدين. طبعا بما أني عندي قصص أقول قصة بسيطة ما تتجاوز الدقيقة عن كبير السن. لي صديق له مؤسسة كبيرة جدا في الجبيل، تخصص دهانات صهاريج النفط والبتروكيماويات، ما شاء الله. هذا تخصص المؤسسة، وعنده 300 عامل. فنهاية العام صار خلل في جدولة الميزانية وكذا، ويفكر كيف يخفض العمالة. فجمع المحاسبين والفنيين والمهندسين، 300 ذول نبي نخليهم تقريبا إلى 200، ماذا نفعل؟ فبدوا يتكلمون معاه، قالوا نسوي الجدولة اللي أعطاء أقل واللي يتأخر في النوم واللي يتأخر في ركوب الباص واللي ما ينجز واللي تلكك في العمل واللي كذا. يقول المهم طلعنا ما يقارب 80-90-100 كذا، يقول طلعناهم. يقول وأنا قاعد أفكر بالبيت كذا شافني أبوي مشغول، يقول أبوي عمره تقريبا 80 وعلى الكرسي الويلتشير. قال إيش فيك؟ شو هل صار لك يومين أنت اللي؟ قال والله عندي مشكلة لكن كذا وبخفض العمالة وقالوا لي كذا وما أدري شو عاد أبدا. قال حالها بسيط يا ولدي. قال شلون؟ قال أخذني معك بس بالله. خذني؟ أخذني معك في الشغل العربية. يقول أخذته وياه ذيك اليوم والله. قال وين العمال؟ قال هذول العمال. قال الحين بيروحون؟ قال إيه بيروحون. قال إذا رجعوا خلني واقف بجنبهم. قال زين. المهم يقول العادة العمالة إذا يصعدون طوابير في الحافلات. كل حافلة فيها 40-50. يقول وجلس حط لي كرسي أنا وأبوي بكرسي. قال لي اللي أقول لك كذا طلعة واللي أسكت خليه. قسم الفرز الآن. قسم الفرز. يقول والله يقول حنا شهر وحنا نشتغل على هالمية ذولي. يقول يوم خلصت ولو 130 واحد. قال هذولي الله يرزقهم سرحهم. هذول يكفونك؟ قال يكفونك. قال خلهم. قلت وش سويت أنا؟ يقول يوم رجعت القوائم ولا تقريبا 90% من اللي مسجلين عندنا بالقوائم. عجيب. مرشحين لل يعني الاجتهاد. قال لي وش سويت؟ قال بسيط. يقول انت الدهان يا ولدي يشتغل بالفرشه او يشتغل بالرول. الدهان الجيد ما يوسخ ثيابه ولا اصابعه ولا يدينه، تلقى نظيف. لكن العليمي والغشيم ذا سوى كذا الفرشه تفلت وتجي على ثوبه على خشمه على حواجبه. فيقول والله ايقنت ان ابوي بعد شغل 20 سنة بالدهانات ان ابوي اخبر من عندي بال سبحان الله. يقول وتجاوز ال 130 يعني اللي طلعناهم اكثر من 130 لكن رحمه خلينا 130. سبحان. فهذه دلالة أن المرأة الكبيرة في البيت في المطبخ هي أكثر وحدة قيادية. صحيح. في مشاكل الاجتماعية الأولاد البنات الخلاف مع الأزواج الخلاف مع الخوات ارجع إلى يا سلام صاحبة الخبرة. وأحيانا تشاور خطأ فالنتيجة تصير خطأ. نعم. لكن هذه شوف التجربة شوف الحكمة شوف الخبرة كيف وصلت والحديث